وللحديث عن الضربات الأمريكية على مقر الميليشيات معنا الشيخ يحيى السنبل أمين سري مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية. أهلا ومرحبا بك شيخ يحيى. بداية، الولايات المتحدة الأمريكية اتهمت ضابطا في القوات الحكومية وميليشيا النجباء بشن الهجوم على معسكر التاجي، ألا يعد هذا اتهاما صريحا للقوات الحكومية بالتواطؤ مع الميليشيات؟ أحييك وأحيي قناة الرافدين. حياك الله أخي الكريم. لم تتوانى الولايات المتحدة عن توجيه الاتهام الصريح لهذه الميليشيات المرتبطة بشكل إداري مع ما يسمى القائد العام للقوات المسلحة وهو رئيس الوزراء العراقي، ولكنها تأخذ الأوامر وتدين بالولاء إلى الولي المرشد في إيران وتنفذ تعاليم الحرس الثوري الإيراني. وكانت الضربة الأولى على معسكر التاجي تتويجا لزيارة شمخاني رئيس ما يسمى بمجلس الأمن القومي الإيراني الذي أشاد بجهود الحكومة العراقية وما يسمى مجلس النواب الداعي إلى طرد القوات الأمريكية من العراق، وإصرار الميليشيات على ضرب القوات الأمريكية في محاولة من هذه الميليشيات على أن تقوم القوات الأمريكية بالانسحاب، جاء ذلك بشكل واضح وجلي خصوصا عندما وقف الميليشياوي هادي العامري على بقايا جثة المهندس وهو يقسم بالأيمان بأن يكون ثمن مقتل سليماني والمهندس هو طرد القوات الأمريكية. لذلك هذه الميليشيات التي تأخذ مرتباتها من قوت الشعب العراقي ومن الخزينة العراقية هي تنفذ الأجندة الإيرانية بشكل واضح وصريح. وأن الحكومة العراقية هي المتهمة الحقيقية والتي تغطي على كل هذه الأعمال الإجرامية التي جعلت من العراق ساحة كما يقال طيب شيخ يحيى، يعني وزارة الدفاع الأمريكية توعدت بمحاسبة الجهة التي استهدفت قواتها في العراق، يعني برأيكم هل سيقتصر الرد الأمريكي على هجمات عسكرية وقصف جوي كما حصل في جرف الصخر، أم أن هنالك ردود أخرى تتوقعونها؟ نحن نتوقع أن ما تقوم به القوات الأمريكية من قصف لهذه المعسكرات ومقتل عدد من هذه العناصر هذا لا يؤدي إلى كبح جماح هذه الميليشيات، فما يقتل من هذه العناصر يأتي غيرهم، ولكن على الولايات المتحدة أن تستهدف رؤوس الميليشيات التي تنفذ الأجندة الإيرانية وجعلت من أرض العراق منطقة صراع للدولتين الأمريكية والإيرانية دون أن يكون للعراقيين فيها ناقة أو جمل كما يقال. لذلك الحكومة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية أرى أنها سوف تستهدف الرؤوس مثلما استهدف سليماني والمهندس عندما قاموا بتحشيد هذه الميليشيات أمام السفارة الأمريكية في بغداد. طيب كيف ترى الموقف الحكومي إزاء ما يجري؟ يعني هل تمتلك السلطة سواء على الميليشيات أو على القوات يعني الحكومية القدرة على كبح جماح القوات الأمريكية المنتشرة في العراق؟ العزيزة، الحكومات العراقية المتعاقبة في ظل الاحتلال منذ عام 2003 ولحد هذه الساعة هي واجهات للنفوذ الإيراني، وأيضا كانت واجهة بقسم منها للنفوذ الأمريكي، ولكن الآن قد اختلفت هذه الدولتين حول منافعهما أو نفوذهما على أرض العراق. لذلك هذه الحكومة ليس لها أي سلطة على الميليشيات التي تتبع بشكل كامل إلى الإرادة الإيرانية أو إلى الحرس الثوري الإيراني. كذلك فهذه الحكومة غير قادرة لا على كبح جماح الميليشيات ولا على اتخاذ أي قرار سياسي، بل هي تطلب المعونة من إيران من أجل تثبيتهم في كراسيهم والاستمرار بمسلسل الفساد الذي نخر العراق
ومؤسساته من جراء هذا العمل التي تقوم به هذه الإدارات الفاشلة والتي جعلت من العراق دولة فاشلة بكل المقاييس. طيب، مع الحديث يعني عن إرسال فرقة أمريكية هجومية إلى أراضي العراق، هل الصراع الأمريكي الإيراني متجه نحو مزيد من التصعيد، وهل تتوقعونه أن يصل إلى مرحلة الصراع المباشر بين الطرفين لكن الساحة عراقية؟ أخي الكريم، إذا نأتي للحديث، إيران عندما دخلت كمساعد للاحتلال الأمريكي بعد 2003 فهي تعتبر أداة، ولا يحق للأداة أن تأخذ موقع الدولة العظمى أو الند بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا لن تقبل بإيران أن تكون لها ند على الساحة العراقية، هي جاءت بها كأداة وتدمير العراقيين وإنهاء المقاومة العراقية وتمزيق العراق. لن تقبل بأن تستولي إيران على مقدرات العراق. فمجيء هذه القوات، نعم، هي لإخراج إيران من المعادلة وإنهاء أذرعها العسكرية والميليشياوية التي تتحكم فيه في العراق، والتي جعلت منه منطلقا لتهديد السلم والأمن الإقليمي والعالمي. بالإضافة إلى سيطرتها على الموارد العراقية التي جعلت منها سببا في تمويل أذرعها الميليشياوية في سوريا ولبنان واليمن والمناطق الأخرى. نعم، كان معنا الشيخ يحيى سنبل أمين مجلس شيوخ عشار الثورة العراقية لمناقشة موضوع الضربات الأمريكية على مقر الميليشيات. شكرا جزيلا لك.